رجعنا بعد الفاصل ولسه معانا دكتور اكرم الجوهري ولسه بنتكلم عن الشرايين والاورده والجلطات، وهنتكلم معاكم دلوقتي عن موضوع مهم جدا بس بعد اتصال مدام فتحيه. مدام فتحيه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه بس اسال بعد اذنك الدكتور. اتفضلي دكتور اكرم معاكي. السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام ورحمه الله. انا عندي سكر من اسبوعين بس حسيت اني فوق ركبتي لغاية فوق شوية في تنميل وحرقان جامد. المهم رحت للدكتور قام قال لي انا يعني اعملي لي اشعة على الرجل اليمين ديت احسن يكون مبادئ جلطات، الشرايين مسدودة كده. عملت الاشعة الدم طلع بيجي حلو ومفيش حاجة خالص. المهم رحت له تاني قال لي يبقى ده التهاب اعصاب من السكر. راح مديني حقن اللي هي به 12 باخدها كل اسبوع حقنة. بس قلقني في حاجة بقى، قال لي انت ممكن تقعدي كده سنة ونص. قلت له ازاي اقعد بالتنميل والحرقان ده؟ قال لي معلاج التهاب الاعصاب ده بتاع السكر بياخد وقت، بس حرقان جامد وتنميل جامد وبدهن بقى مرهم من الدهون. السؤال بس اللي بسأله، هل ده ليه علاج بقى ولا فعلا هقعد سنة وسنتين الوضع ده يا ابني؟ لا تحت امرك. كتر خيرك يا حبيبي. رد عليكي حالا. كتر خيرك يا حبيبي. سلام عليكي. تعمل ايه يا دكتور؟ هيستمر معاها ولا لا؟ لا هو الحقيقه طبعا يعني احنا ما بنقولش لازم يستمر سنه او سنتين او كده. هو هي المشكله بدات ان هي عندها سكر، وبقى ما فيش طبعا مرضى السكر ده عندهم اسهال فيتاميني، ومهم جدا ان هم يبقى في تعويض باستمرار للفيتامينات. فكمريضة السكر احنا هو الموضوع قله الفيتامينات وخصوصا فيتامين ب المركب بيعمل التهاب في الاعصاب. فهو بس الفكره ان احنا بنعمل لك تركيز للفيتامينز دي جوه الجسم، زائد بعض الادويه. اكيد طبعا الدكتور بتاعك مديكي بعض الادويه كمان اللي بتساعد على ان التنميل يقل والتنميل يقل في رجليكي. وفي الحاله ديت ان شاء الله ما بتاخدش يعني الفتره دي، لا بالعكس هينتهي اسرع من كده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. دكتور القدم السكريه، ناس كتير او بيشاع ان القدم السكريه الحل الغالب ليها هو البتر، ده صح؟ لا 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 كده، ده احنا بنعمل حكم اعدام على 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 قاعده عريضه من الناس. لا الحقيقه هو القدم السكريه دي ده موضوع مهم جدا ان حضرتك اثرتيه، لان هو السكر بصفه عامه زي ما لسه بنقول، زي ما مدام فتحيه كانت بتتكلم، السكر بصفه عامه هو مرض بيأثر بشده على جميع خلايا الجسم وبيعمل تدمير وبنتيجة حاجات مختلفة من ضمنها أو عدم وصول الدم، أو يعني وصول الدم بطريقة في الحاجات في الأجزاء الطرفية قوي ما بيبقاش واصل كويس. وغير بقى طبعا عرضة الميكروبات وعرضة إن يحصل تلوث لوجود سكر، يعني السكر ده بيلم عليه النمل واخد بال حضرتك، فبيجيب ميكروبات. فهو مرض مهم وخطير، لكن مش معنى كده ان كل مريض سكر هيقطع رجليه او كل مريض سكر هيتعرض لانه يشيل حاجه من رجليه. بالعكس هو في عنايه كويسه مريض السكر، بس اللي انا باكد عليه ان جميع مرضى السكر لازم يبقى عنده متابعه مستمره، الى جانب طبيب البطنه يبقى عنده طبيب اوعيه دمويه او جراح اوعيه دمويه يكون على علاقه مستمره انه بيقابل حد يعرف حاله رجليه، الى جانب ده الى جانب ده. ان لازم دايما صحه رجليه تبقى لها اهتمام خاص. لان هي ايه الفكره؟ الفكره ان القدم هو ابعد نقطه من القلب. طبعا الايدين اقرب، اي الراس اقرب، القدم هو فهي ابعد نقطه. فالدم بيمشي مسافه طويله، بيعمل رحله اطول، ففي تعرض اكتر للاطراف مع حاجه اسمها يعني مع الدوره الدمويه الصغيره جدا في الخلايا، بيبقى عندها بيبقى فيها خلل خفيف، زائد في سكر عالي، فبيعرض ان يحصل ميكروب والالتهاب. وطبعا حصل الالتهاب ما يقفلش الجرح، الجرح يتفتح، الجرح ما يقفلش. ففي الحاله ديت احنا بنحاول نقول ان يكون في عنايه تامه ومستمره بمرضى السكر. لو في قصور او حتى طبعا غير طبعا ان ممكن يحصل جلطات او حاجه نتيجه السكر، لكن لو في قصور في الشرايين بتتعالج اسرع ما دام في سكر، بنهتم اكتر. لكن لو حصل اي جرح للقدم السكريه التئامها بيبقى صعب؟ غالبا بيبقى اصعب من القدم العاديه. وغالبا ما زي ما قلت ان احنا لازم دايما نبقى متابعين وما نهملش الموقف لغايه ما توصل للمرحله اللي حضرتك قلت عليها، مرحله البتر. لان البتر ده في حد ذاته طبعا بيعمل
يعني بيضايق العيانين وبيعمل مشاكل نفسيه عاليه، غير طبعا مشاكل التعويقيه اللي هي طبعا ما بتبقاش مطلوبه. فعشان كده بنحاول ان احنا نركز قوي على مرضى السكر انهم ضروري يتابعوا باستمرار، ضروري يكون بياخدوا ادويه، ضروري يكون في تعويض فيتاميني، ضروري يكون النظام الغذائي يعني مظبوط. يعني اللي عنده السكر غير اللي عنده القدم السكريه، العلاج ده غير العلاج ده ولا نفس العلاج؟ لا هو هقول لحضرتك حاجه، هو لما بيبقى في سكر بيبقى في اختلاف شويه طبعا، لان السكر هيخلي الالتهاب بيبقى اقوى، لو في مثلا جرح وفي حصل في جرح وميكروب بيبقى اقوى، بيبقى العلاج بيختلف. في حاجات اساسيات في العلاج، ان اساسيات عند كل الاوعيه الدمويه او كل اللي عندهم مشاكل مثلا في جروح او حاجه في الاطراف، بس السكر بيبقى فيه اضافات اعلى. وبيبقى زي ما قلنا بنركز وبنعيد الكلام وبناكد على جميع مرضى السكر الاهتمام الشديد بصحه رجلين، ما نلبسش جزم ضيقه قوي، ما نعرضش رجلينا للتعوير الكتيره، نحاول نظبط السكر باستمرار، النظام الغذائي المهم، فيتامينز كتيره تتاخد. الزعل بيأثر عليها يا دكتور؟ الايه؟ على الزعل ده بصفه عامه على السكر ده بيأثر على القدم السكريه اكتر؟ لا بيأثر على السكر بقى، هو بيأثر على السكر بصفه عامه، اي سكر اما بيزيد السكر ويرتفع في جسم الانسان احنا بيزود كمان احتمال ان الميكروب ما يخفش. هو من الناحيه الثانيه اما يبقى في ميكروب السكر هيزيد، فهي تبقى منظومه، يعني السكر بيزيد عشان في ميكروب هيرفع السكر، وفي نفس الوقت العكس كمان، لما بيترفع السكر هيجي ميكروب اكتر، فلذلك بيبقى الاهتمال ده لازم متابعه خاصه متابعه جدا ودقيقه جدا. بالظبط. تمام، نشوف مدام ميرفت. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 32 سنه، يعني انا عندي ظهرت عندي شعيرات دمويه رفيعه قوي في رجلي، هل هي دي الدوالي؟ وبعدين في فتره الصيف بتوجعني اكتر، يعني بحس بسخونيه وصهد جامد في رجلي، يعني لدرجه ان انا ممكن احط رجلي في ميه ساقعه عشان اريحها. في رجلك في القدم تقصدي؟ لا رجلي كلها. انا بحط الميه ساقعه في القدم، لكن رجله كلها بيبقى فيها الم وسخونيه جامده جدا. في اي الوان ظهرت او اي بقع؟ هي شعيرات رفيعه. تمام. دكتور تسال اي سؤال؟ لا لا مفيش. طيب مدام ميرفت هنرد عليكي حالا، شكرا ليكي. شعيرات. والله يا مدام ميرفت، هو انا هقول لك حاجه مهمه، ان هي الدوالي مش بس اللي بتظهر للانسان، يعني ممكن يكون في دوالي سيئه جدا جدا والانسان مش باين اي حاجه في رجليه، وممكن يكون في شعيرات زي ما بتقولي ما تكونش تاثيرها هي الدوالي، فهو سؤالك هل دوالي ولا مش دوالي؟ انما الحاجه اللي بتخلينا نخاف ونقول دوالي انك بتقولي رجلي بتوجعني وبحطها في ميه ساقعه، ده كده بتعرضي حاله طبيعيه للدوالي. لان الدوالي دي اعراضها معروفه من ضمنها الالام والوجع والتنميل والتقل وبعد كده بقى والجروح ولها مشاكل تانية، لكن اساسا لازم تعرضيها، لازم تتشاف، ولازم عشان ما نقدرش نقرر. الشعيرات الرفيعه قوي عند السن الصغير من البنات، ولو لون جلدك فاتح شويه بتبان اكتر، فالشعيرات الرفيعه قوي ديت مش بالضروره ان هي تكون دوالي ومحتاجه عمليه وكده، مش بالضروره، لكن بقيه الاعراض ممكن جدا تكون مؤشر، فتعرضي نفسك على دكتور اوعيه دمويه وان شاء الله يكون خير. طيب دكتور سؤال من داخل الكنترول عندنا، هل الدوالي بتتحقن بوتوكس ولا لا؟ لا مش بوتوكس. ما هو ده كان رد فيها، انا ضحكت دلوقتي برضه. لا مش بوتوكس الحقيقه. هو الحقيقه الدوالي بتتحقن بس برضه بتتحقن بماده ثانيه، بماده يعني بماده مش هنقول اسم المواد، بس هي يعني ماده بتمنعها، مش بوتوكس طبعا. بتخلي الدوالي تروح، بس انا بركز على نقطه معينه ويمكن بركز عليها حتى للاطباء الزملاء وكده، انها بنقول ان المفروض ممنوع حقن الدوالي قبل التاكد من ان ما فيش ارتجاع في الجهاز الوريدي ولا خلل في السيبومات. انا لما بحقن دوالي يعني بتلاقي دوالي تتحقن بزود المشكله لو في اي خلل، لو في دوالي حقيقي يعني، بس بتزيد المشكله. ممنوع نهائي نلمس رجلي، يا اما الحقن يبقى بعد ما اشيل الدوالي او مطمن ان مفيش دوالي ممكن احقن حاجات اللي فاضله الخفيفه، يا اما اكون عامل اشعه ومتاكد ان مفيش دوالي وقدام عينيا مفيش ارتجاع في الجهاز الوريدي. لان لو حقنت، انا عندي الجهاز الوريدي ماشي كده بيرجع الدم اللي فوق. طيب انا هحقن كل الفروع اللي بيصرف فيها، فبيزيد الارتجاع فيه، هسدها يوم يزيد فيه، يوم الوريد يبوظ زياده ويوصل. عشان كده بناكد تماما على ان الحقن ما بيتمش عشوائي ولا يتم بطريقه. طب الحقن ده علاج نهائي ولا علاج مؤقت؟ لا هو الحقن علاج نهائي الحقيقه لبعض الحالات، زي ما قلنا لو ما فيش ارتجاع في الاورده خالص والجهاز الوريدي سليم، او لو واحده مثلا او واحد شلل والدوالي ما بقاش عنده دوالي. يعني ما تعملش عند الدكتور تجميل؟ لا ما تعملش عند التجميل، بتعمل الاوعيه الدمويه. اوعيه دمويه.
تمام. فلو ما فيش حاجه خالص بيبقى علاج نهائي، لان الوريد اللي بتحقنيه بينتهي على طول، ما بيظهرش تاني. معانا مدام كاميليا. الو مدام كاميليا، اهلا بيك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. بس ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي. دلوقتي انا كنت عامله عمليه في المفصل بتاع رجلي. العمليه في مفصل الرجل من فوق، وبقالي 8 شهور، والمكان مكان اللي حوالين العمليه ما فيش احساس بيه، وفي حرقان. في حاجه تانية في رجليك غير حوالين العمليه؟ لا ما فيش اي التهاب. يعني هو بس مكان حوالين العمليه بس ولا اللي بقالك 3 شهور بتقولي حضرتك؟ 8 شهور. 8 شهور. وفي تنميل. 8 ايوه 8. اوكي. وفي تنميل في المكان، وبعدين دواء الكوليسترول لما باخده بيعمل ايه؟ باخده وجع حلل، بينزل شويه، افضل مستمريه عليه مدى الحياه بقى؟ هنقول لحضرتك هنرد عليك يا مدام كاميليا، والف سلامه عليك. تعمل ايه دكتور؟ هما سؤالين، السؤال الاول اللي هو على الجرح يعني الجرح الجراحي اللي عندها اللي عم يفصل. طبعا مع الجراحه بصفه عامه في اي مكان بيحصل تقطيع خفيف لبعض الاعصاب، وبيحصل تنميل في مكان علامه الجرح وحواليه، بتاخد مده كبيره على ما تلتئم، يعني 8 شهور، ممكن تزيد عن كده اكتر كمان. ان لما يبقى جرح كبير ده شيء مش شيء طبيعي وبيحصل لده كل ده اغلب، يعني ممكن يحصل عند اي حد مع فتح كبير للعمليه، فده شيء ما يقلقكيش، بياخد وقت وبيروح غالبا بالتدريج، يعني هتنسيه كده بالتدريج هتلاقيه راح خالص. الحالة الثانية الكوليسترول، كنت هقول لك برضو ان الكوليسترول لو هي محتاجة تاخد دواء كوليسترول، فدواء كوليسترول بيؤخذ مدى الحياة، يعني دواء كوليسترول مفيش مانع ابدا ان احنا ناخده، بس في حالات معينة، يعني لو الكوليسترول عالي هناخده لغاية ما الكوليسترول ينزل، لكن لو عندنا مثلا قصور في الدورة الدموية في وصول الدم للأطراف وبندي كوليسترول للسبب ده، فبناخده مدى الحياة، لأن يعني الكوليسترول في الحالة ديت هينزل بيمنع دواء الكوليسترول بيمنع ترسيب الدهون، وبيعمل كمان شويه توسيع في الشرايين، فمع الحاجتين فهو بيعمل حاجتين، يعني اثنين افكت او اثنين تاثير في يعني هي تستمر عليه دكتور؟ تستمر عليه. تستمر عليه. بس هي انا حاسه ان هي متضايقه، بتقول انا هفضل كده على طول. لا ما هو انا زي ما قلت لو هي مستمره عليه عشان مشاكل في الاوعيه الدمويه تستمر عليه، لكن لو مثلا عشان هي عندها كان كوليسترول عالي لسبب تاني فترجع دكتور البطنه بتاعها. تمام. الشراب بقى بيعمل ايه؟ شراب الدوالي. شراب الدوالي زي ما برضو بنركز عليه، بنقول شراب الدوالي هو برضو بيعتبر حاجه مهمه جدا، وبيساعد على ان الرجل ما تورمش، وهو مطلوب في جميع حالات اللي بيبقى جراحيه، اي مريض هيقعد في السرير فتره طويله لازم يلبس شراب، والا يحصل له جروح. مهم شراب، ولكن باكد تماما، بنأكد بشدة على ان ممنوع لبس الشراب مننا لنفسنا، ممنوع لبس الشراب من غير مقياس درجة وصول الدم في الرجل. ممكن اعمل مشكلة اكبر لو لبست شراب من غير، ودي حاسة بتحصل شفناها في فرنسا وفي انجلترا وفي حتة مش بس في مصر. يحصل ان العيان هيعمل عملية يقوم هيلبس الشراب اوتوماتيكالي هناك كده، ده اوتوماتيك اجراء طبيعي، يعني الداخل يعمل عملية من ضمنها هيلبس شراب، فمن غير ما يبص على وصل معدل دخول الدم. تكون النتيجه يلبس الشراب يعمل عمليه، مثلا عمليه في المفصل في الفخذ في حاجه، تكون النتيجه يطلع بقرحه كبيره في الرجل، ويمكن تؤدي لباتر الرجل بسبب الشراب. شوفي قد ايه مهم. فممنوع نلبس الشراب الا لما يكون متقاس بالظبط درجه وصول الدم في الرجل. طب هي ضغطه الشراب على الرجل بتعمل ايه؟ ضغطه الشراب على الرجل بالنسبه للاورده، الاورده مرجعه الدم. فالاورده ديت الواسعه ديت اللي هي وسعت برضو وبهوقت شويه بيلمها وبيخلي الدم يرجع بسرعه، بيخلي ويمنع الورم. لكن بالنسبه للشرايين، لو الشرايين ضعيفه ولو في تصلب في الشرايين هيقفلها برضو. فيبقى يعني وقعنا في مشكله، يعني بقى عالجنا حاجه وقعنا في مشكله، بوظنا حاجه ثانيه. لذلك وبوظنا حاجه اصعب، زي ما بقول لحضرتك بتحصل، ان شفناها فعلا ان عيانين دخلوا يعملوا عمليات لبسوهم الشراب كاجراء روتيني، بعد العمليه قعد مثلا اسبوع 10 ايام قرحة كبيرة وقصور في وصول الدم ومحتاج عملية أكبر تاني. فالشراب بالنسبة ده بالنسبة ما يتلبسش إلا بأمر الدكتور. إلا بأمر الدكتور، والدكتور ما يديش أمر بالشراب إلا بعد ما يقيس أرقام المريض في وصول الدم في رجليه في أطرافه.
يعني حتى الدكتور نفسه يعني العمليه مش هباء كده يبص على رجله الدكتور يقول له الشراب. واحده تقول لي دلوقتي في تليفون مثلا او لا لبست شراب ممنوع لازم تشوفي دكتور ده. لو لبست شراب وفي قصور بنسبه 70% في وصول الدم ممكن تحصل قرحه وتحصل مشكله كبيره في الرجل. مدام امال السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي انت بتكلميه. انا عندي جاتني فجاه يعني انا فوق الستين وبعدين لقيت نفسي بيغمى عليا وبرجع وحاجات كده غريبه وبعدين المهم رحت المستشفى قالوا لي عندك جلطات في المخ. وبعدين يعني في وسط الكلام بتاع الدكتور لان هو المتابع معايا قال لي انت كان عندك جلطه في القلب طبعا ما كنتش عارفه يعني هو كانوا مخبيين عليا وعندك جلطتين ثلاثه صغيرين في المخ فيعني دول احتمالهم ايه ولا اكل ايه ولا ما اكلش ايه والحاجات دي كلها انت ما كملتيش مع دكتوري يا مدام امال؟ انا مع دكتوره حاليا بس يعني مرتاحه ولا تعبانه؟ مرتاحه بس انا يعني جسمي ككل مش قادره اعمل حاجه في البيت خالص. طيب دكتور اكرم هتسالها اي سؤال؟ لا مفيش. طيب يعني عندي سكر وضغط وخشونه وغده وكده يعني. ربنا يشفيك ان شاء الله هنرد عليكي حالا. مدام امال تعمل ايه؟ لا هو بالنسبه لمدام امال المشكله دي مشكله ان هي حصل عندها جلطات في المخ. جلطات في المخ او جلطات في القلب هي دي المشكله بيعالجها لها دكاتره الاعصاب بس هي انا بطمنك ان هي ان شاء الله بتنتهي خالص وبتخف والنتائج الايام دي منها كويسه جدا لكن مش تبع هي مش تبع جراحه الاوعيه الدمويه خالص. انما اللي اقدر اطمنك عليه واقول لك من واقع يعني من واقع المجال ان النتائج بتاعتها كويسه جدا والشفاء منها ناجح جدا بتمشي طبعا ماشيه على مسيلات للدم وعلى 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 ادويه معينه وهتتخفي ان شاء الله يعني مش هتستمر يعني دايما بتدوب دائما يعني. تمام نشوف مدام سهيلة. الو عليكم. مدام سهيلة ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من فضلك يا دكتور انا رجلي فيها شرايين بارزه كده وبنفسجي لونها بنفسجي كده وشرايين بارزه لونها بنفسجي اوردة وحضرتك كان عندي سكر بس انا يعني مظبطاه والهيموجلوبين السكري كان كويس يعني لسه كنت عاملاه قريب وحضرتك رجلي الشمال يا دكتور فوق الكعب بتشد عليا وفيها يعني حرقان كده فيها لثه. تحت عملك. ماشي يا دكتور. هنرد عليكي حالا شكرا لك يا مدام سهيلة. واضح الحقيقه ان هي الاورده اللي عندها مشكله اورده مشكله دوالي طبعا لازم يعني علاجك الاساسي هو ان انت تشيلي الدوالي ديت بعد طبعا ما نتاكد ان الدوالي ما فيش جلطه داخليه بنشيل الدوالي زي ما قلنا بعمليه صغيره بتنتهي في نفس اليوم وبتروحي في نفس اليوم وممكن تتحركي عادي جدا تعيش حياتها طبيعي لكن على اساس ان هي بدات بتبدا تبقى بارزه دايما بقول للناس البارز دي بتبقى طبعا الاورده اورده بارزه لان الشرايين ما بتوصلش للبروز يعني للتصحيح انما هي تتشال بتنتهي خالص اذا طبعا لم يكن في جلطه داخليه فلازم بتتشاف وبتتحدد ميعادها تشوف الدكتور وتحدد وتتشال الدوالي. طيب سؤال حريمي شويه هتعمل الكعب العالي بيعمل دوالي؟ لا مش بالضروره الكعب العالي بيتعب المفاصل بيتعب الركبه لو الظهر والمفاصل وكده لكن مش بالضروره الوقفه بصفه عامه هي اللي بتعمل دوالي يعني الوقفه هي بتخلي الدوالي تزيد الوقفه سواء بكعب عالي او من غير كعب عالي فلو لو انسان عمله كله واقف دائما ما تحدث الدوالي زائد ما قلنا الاستعداد الوراثي ودرجه الحراره الحر الجامد بيزودها الحراره الشديده ديت يعني واحد بيقف في الحر واقف وفي حر على فرن مثلا فطاطري لازم يبقى عنده دوالي اكيد يعني درجه الحراره مش الطبيعيه بتاعت الجو يعني يعني درجه الحراره عاليه بصفه عامه يعني كل ما الحر يزيد كل ما نلاقي مشكله احنا الدوالي احنا في الشتاء والحراره عاليه دلوقتي امال في الصيف هيحصل لنا ايه لا هو برضه حتى في اوروبا احنا في اوروبا الدوالي كتير جدا 30% رغم ان الحراره بتبقى في اغلب الوقت وفي امريكا برغم ان الحراره اغلب الوقت يعني منخفضه ما بتعلاش قوي طب من ايه 30% لان هو طبيعه الاورده بتبوظ بنسبه 30% من البشر يعني فبتبوظ الاورده وبتوسع فدي نسبه عاديه ما بالك بقى لما بتضيف لها الحر فبتزيد اكتر ليها علاقه بنسبه الاكسجين في الدم لا ملهاش علاقه
لا لا ملهاش يعني علاقة. ما نقولش مثلا دراعي نمل او رجلي نملت عشان الاكسجين مش واصل له. لا مش الاكسجين ده التنميل يبقى له علاقه بالاعصاب وبالدم وله علاقه طبعا بالدوالي لكن طبعًا. هو مش بالاكسجين بصفه خاصه. دكتور اكرم الجوهري نورتنا النهارده وتعبناك معانا وبنتمنى نتعبك تاني معانا ان شاء الله. شكرا ليك. مشاهدينا شفنا معاكم طبيب العيله، بكره ان شاء الله معانا موضوع طبي وصحي جديد انتوا اللي بتحددوه، برنامجكم طبيب العيله. شكرا ليكم.